أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من شهادة للتاريخ. شاهدنا في هذه الحلقة والحلقات التالية من طراز خاص على القضية الفلسطينية بكل مساراتها وتطوراتها، انتصاراتها وانكساراتها أحيانا. شاهد وشارك وأسهم في صنع أحداث كثيرة ومحطات مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية، بل وفي تاريخ القضايا العربية الكثيرة على مدى عقود. كان مقربا من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما كان أحد مهندسي مفاوضات أوسلو والاتفاق وغير ذلك من المفاوضات. تولى العديد من المناصب سواء في الحكومة الفلسطينية أو كان فعالا وناشطا من خلال عضويته السابقة في الحزب الشيوعي الفلسطيني. سوف يحدثنا ونسجل شهادته للتاريخ على هذه المحطات المهمة والانعطافات المهمة في تاريخ القضية الفلسطينية. نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، الوزير الفلسطيني السابق، وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية السابق، ووزير شؤون المنظمات الأهلية وغير ذلك من المناصب الفلسطينية، معالي الوزير الفلسطيني السيد حسن عصفور. أهلا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا. لعله من المناسب أن نبدأ منذ عدة عقود حتى نصل إلى المحطات الساخنة في تاريخ القضية الفلسطينية، محادثات مدريد واتفاق أوسلو، ووصولا إلى الوضع الراهن أيضا في الشارع الفلسطيني وفي الأراضي الفلسطينية، واستشرافا للمستقبل كما يراها السيد حسن عصفور. أنت كنت من مواليد قطاع غزة، شهدت الكثير من الأحداث المهمة في المنطقة العربية منذ، دعنا نتحدث عن عدوان 56 مثلا، ثم بعد ذلك 67 و73 ووصولا إلى التطورات اللاحقة. كيف كنت ترقب هذه الأحداث منذ ذلك الحين وأنت كنت ما زلت في سن مبكرة بالطبع؟ العدوان الأول، العدوان 56، العدوان الثلاثي في منطقة بلدة اسمها عبسان في شرق خان يونس، اللي هي يعني كان شهدت أطول عملية مواجهة في حينه. ذلك كان يقول له خان يونس يا بورسعيد، كفاحك كفاح مجيد، هي وبورسعيد وخان يونس مع بعض يعني. صحيح. بالتالي شفت مباشرة العدوان يعني بعيني، كنت 6 سنوات بس، متذكر حتى الآن دخول الدبابات الأولى من المنطقة الشرقية، منطقة حدودية. فكان دبابات من قدام بيتنا تنزل يعني وأراضينا واقتحمت. بالنسبة لنا كان مدهش يعني أنه إسرائيل دخلت بهذه الطريقة والعدوان، لأن كانت الصورة بالنسبة لنا عبد الناصر بتأثيره وحضوره ومصر وانتصار الثورة والتغيير والتأثير هالإقليم والعام، بالنسبة لنا شيء يعني خارج طبعا طفولة سياسية وطفولة إنسانية. بس بالنسبة لعبد الناصر الرمز أنه صار فينا هيك كتير كان بالنسبة لنا صعبة يعني. ورغم ذلك ما شعرناش بالهزيمة. يعني عدوان 56 شعرنا أنه احنا انتصرنا يعني، رغم أنه المسألة بالضبط مش هيك، طبعا انسحاب وخروج ما طولوش بالاحتلال يعني. ولكن داخليا يعني ما بذكر في لحظة واحدة أني حسيت ان احنا كنا مهزومين بال 56 عكس 67 طبعا. 67 شعرنا بشكل حقيقي. شيء مهم. لا طبعا 67 كانت هزيمه بكل معنى الكلمه. لكن يعني رغم هذه المرحله المبكره، 56 ابدا ما شعرنا يعني انا داخليا كطفل يعني كبرت وانا مش حاسس اني مهزوم. بالعكس يعني شعرين، لذلك كنا نهتف دائما خان يونس وبورسعيد كفاحك كفاح مجيد، يعني الروح الكفاحيه. الانتصار. التصدي، رغم انه الشكل كان شوي مختلف، بس هذا الشعور اللي تولد فينا واحنا صغار واللي زرعته كمان حبنا للزعيم الخالد جمال ولمصر. في حينه يعني، يعني بعتقد انها كبرت معانا يعني. انا شخصيا من لليوم بالنسبه لعبد الناصر وابو عمار لا اسميهم الا الخالدين. حتى الان يعني بقول الخالد جمال والخالد ابو عمار يعني. في كتاباتي في احاديثي. بغض النظر ما له علاقه بهاي ملاحظه هان خطا هان، فيش زعيم في العالم يعني بلا اخطاء يعني. ولا خطايا احيانا بتصير يعني. صحيح. ولكنه يبقى زعيم مميز له بصمته في مسار الاحداث، الاكثر من ذلك والاكثر صدقيه مع شعبه. صحيح. والاكثر نظافه.
والأكثر تأثيرا، ولذلك هم باقيين. يعني أنا برأيي أهم زعيمين ألا إنك حسن عصفور عبد الناصر وأبو عمار، والباقي قادة حكام بدك أسميهم يعني. يعني الملفت للنظر أنه يعني رغم هذه المرحلة المبكرة من العمر كان هناك وعي فعلا ثقافي، وعي سياسي، وعي وطني، وهذا تحدث عنه الرئيس أبو عمار رحمه الله عندما كان في لقاء معنا وتحدث لي عن أنه الشعب الفلسطيني كان دائما يفتخر بأنه الشعب الفلسطيني والشعب ربما يكون من الشعوب القليلة في العالم التي ليس بينها أمي، وليس أمية فقط أمية الكتابة والقراءة بالمعنى السياسي. نعم، لأن قضيتنا مش يعني مش القصة هيك فرض علينا. يعني الواحد عمره 6 سنين بيشوف عدوان، نعم، بيدخل عليه بالنسبة لنا مصر 67 كمان عدوان، بعدها انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، بعدها مواجهات في أيلول، بعدها معارك مع أنظمة عربية، بعدها حرب 73، بعدها مواجهات الثورة وأيضا بين الدول العربية والتدخل السوري بال 76، ثم حصار بيروت، ثم معارك 82. نعم، يعني أنا تقريبا كنت جزء منها كلها، مشارك جزء منها بشكل أساسي يعني في هذا الموضوع. يمكن بس حرب أيلول يعني الأردن أنا كنت ما كنت جزء من العام، كنت في العراق. نعم، طالب جيت شهادة بقايا زي ما بقول سوف يعني نتحدث عنها بالطبع لاحقا. ولذلك يعني قليل جدا بتلاقي فلسطيني معاشش الحدث يعني إما تحت الاحتلال أو جزء منه أهله تحت الاحتلال. والثورة الفلسطينية يعني اللي معاش تحت الاحتلال عاش بالثورة أو عاش يعني تفاعل مع الثورة، كان الشعب الفلسطيني إجباري يعني قضيته، مش يعني أنه هيك يعني فرض علينا زي ما بقول. طيب قلت انه 56 كانت مختلفه عن 67. بالنسبه لي انا كطفل خليني احكي لك بصراحه يعني كيف كانت للحظه حتى الان كبرت معي انه احنا ب 56 لم ننهزم. يعني هذا بقول لك شعوري كطفل وظلت معي لليوم. تسالني بحسش انه ب 56 هزمنا، كان في عدوان واحتلونا بس ما انهزمنا، هيك احساسي. 56 لا انكسرنا مش بس انهزمنا يعني يعني لانه كان الحلم كثير عالي. 67 كنا شباب وعندنا تقدير انه خلص يعني انه مصر قادرة. طبعا بعد فترة قصيرة جدا ادركنا حجم المؤامرة اللي كانت على مصر يعني، واولا المؤامرة عربية قبل ان تكون امريكية اسرائيلية. اساس المؤامرة على مصر عربي، دفع ثمن العدوان ونفذوا امريكا واسرائيل. لانها لم تكن حرب بالمفهوم لم تحارب مصر. ما لحقتش. نعم، ولم مش لا كانت مؤامره رسميه بالمعنى الحقيقي يعني. واعتقد انه السوفيات انخدعوا ايضا يعني. وهذا اللي خلى الاتحاد السوفيتي لاحقا مباشره بعد 67 يقدم لمصر كل ما يجب تقديمه تعويض عن الحدث يعني. وكمان مصر كانت عندها حليف. الاتحاد السوفيتي هو حليف قوي يعني مش حليف تفصيلي. بس اللي صار كتير اكبر من المتوقع. لذلك لا احنا 67 انا بالنسبه لي عشتها كمان كنت يعني موجود. هاي برضه حرب مباشره شفتها عشتها بتفاصيلها يعني. لا كان بالنسبه لي انكسار بالمعنى الحقيقي، ولكن لم تكسر روحنا بالعكس تماما يعني. رد الفعل اجى عكسي. مباشرة الشعب الفلسطيني في قطاع يعني حتى قبل انتشار فصائل الثورة مباشرة بدأت العمليات العسكرية في قطاع غزة يعني. يعني بعد 67 بأشهر بدأت انطلاقة أولى العمليات العسكرية ضد الاحتلال خلال قوات التحرير الشعبية يعني اللي هي كانت جزء من جيش التحرير الفلسطيني اللي أساسه جزء من منظمة التحرير لعبد الناصر برضو رعاية يعني قوات التحرير. وإحنا كنا دائما نقول المخابرات الحربية فرق 55 اللي هم كتاب احنا بنسميه جماعه مصطفى حافظ تقديرنا اللي هي مخابرات الحربيه لعبت دور مثلا في تغذيه العمل العسكري في قطاع غزه مبكرا بعد 67 يعني. المجموعات الاولى قوات التحرير الشعبي قبل الفصائل للاسف طبعا كثير من الناس هضمت حق هاي المجموعات اللي انا برايي هي التي اعطت الانطلاقه للعمل العسكري ضد الاحتلال. مجموعة قوات التحرير الشعبية اللي هي من جزء من اتجاه التحرير واللي له علاقة كانت بالمخابرات الحربية المصرية. هذا دور تاريخي للأسف كثير ناس بنسوه يعني، ولذلك نريد أن نتحدث عنه بشيء من التفصيل من خلال يعني ما عنديش تفاصيل. أنا عندي معلومات عامة من بعض الأصدقاء. أنا كنت أيامها لسه 17 سنة ما كنتش جزء منها. بس تابعت وخلال بعض الأصدقاء حكوا لي تفاصيل لاحقا يعني. أنا هاي سمع بس أنا يعني عشت الأولى العمليات يعني شاهدتها ومباشرة بدت يعني. أنا بتذكر أصدقائي اللي حتى بالعمر
بدوا تشكيل خلايا عسكري وعرضوا علي أنضم، أنا ما قبلتش أيامها لأنه كان بدي أطلع أسافر أكمل تعليم يعني. كان عندي التعليم بالنسبة لي مهمة مركزية، ولذلك كان بعد أشهر من الاحتلال 67 غادرت غزة إلى الأردن يعني عشان أكمل توجيه الدراسة الثانوية، لأنه بالنسبة لي كان الحلم أني أكمل تعليمي يعني، ما عندي أي شيء تاني كان إلا أن أواصل، باعتبار أن التعليم بالنسبة لسلاح هذا السلاح النووي كان صحيح، والفلسطيني سلاحه الأساسي كان العلم يعني. لكن جزء من إثبات الهوية والتفوق أن تكون متعلم وقادر عن تفوقك العلمي، هو جزء من تفوقك الوطني يعني. وهي ثقافة أخذناها. وخلينا أقول هذا برضو للتاريخ، أنه مصر عبد الناصر أكرر قدمت لقطاع غزة تعليم مجاني، لا فرق بين الفلسطيني والمصري في الدخول للجامعات، كل الفلسطينيين قطاع وكل الفلسطينيين بشكل عام كانوا يدخلوا الجامعات المصرية مجانا. فيش أي تمييز على الإطلاق بينه وبعثات، مش بس أنه يدخل مجانا لا، وفي بعثات يعني ياخذوا جزء من نفقات معينة في بعض القضايا، يسكنوا أقسام داخلية. كانت مصر يعني بصراحة هي وطن قومي للفلسطينيين بشكل أو بآخر في هذا الموضوع. غزة كانت يعني بتعيش في وضع خلينا أقول استثنائي من المكان الخاصة في إطار التفكير المصري للرعاية في فلسطين. كانت غزة أكثر يعني أكثر انفتاحا من مصر يعني كان كل شيء تلاقيه موجود في قطاع غزة يعني كان المصريين يجوا على غزة كانها باريس، لأنه عبد الناصر فتح القطاع بطريقة لم يحرم قطاع غزة من أي شيء، وهذا الشيء يعني يسجل له للتاريخ. طبعا عدا مش لأنه بحبه يعني، حقيقة وقائع سياسية يعني. يعني من الناس اللي صعب جدا أتقبل واحد يحكي على عبد الناصر يعني. ينتقده بس ما يعني ما أبو عمار نفسه أيضا كان تخرج في الجامعة المصرية. أبو عمار هوا مصري أكثر منا جميعا يعني، أو هو مصري مش هوا مصري يعني. أبو عمار عاش في مصر، درس، أنا ما درست في مصر يعني. أنا ما عشتش في مصر في هذيك السنوات. أنا لاحقا جيت على مصر. بس أبو عمار عاش ودرس في مصر. كثير فلسطينيين يعني، عشرات الآلاف يعني. إذا تتحدث عن المؤامرة، هذه المؤامرة التي 67 طبعا تتحدث عنها الآن، وسنأتي لها بالتفصيل عندما نتحدث عما يسمى بالربيع العربي وتصفه بالمؤامرة. أنا إذا المؤامرة بدأت في اعتقادك منذ 56 أو 56 مش مؤامرة، 56 هي ردة فعل عدوان سريع، عدوان ثلاثي فرنسي، ولذلك أمريكا كان موقفها مختلف. أمريكا هذا تورث الاستعمارين البريطاني، فكانت ناهضة طالعة من الحرف، فبدها تورث المنظومة الاستعمارية بس بطريقتها. لذلك بال 56 ما كانت جزء من المؤامرة، كان الاستعمار التقليدي مع إسرائيل. ولكن رد فعل بعد التأمين سريعا جدا، مثلا يعني مشهور حذاء غورباتشوف الشهير لما خبط على الطاولة، الأمريكان أخذوا موقف كمان ضد العدوان، لذلك ما طاوى بسرعة صار الانسحاب يعني. شهر مارس 57 كانوا طالعين يعني، كم من شهر بس يعني، ست أشهر احنا بنعتبر كل العدوان يعني. لذلك المؤامرة مش على مصر النظام بس، على مصر النظام والدور، والناس لليوم مش قادرة تفهم حتى الآن. يعني الناس لليوم طبعا لهم جانب متعلق بالحريات وكذا، أنا شخص هذا بخص المصريين، بس دور مصر التاريخي أنا برأيي كثير من الدول مش معنية مصر ترجع. وهي جزء من معركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة دور مصر بدون أن يقول ذلك بالمعنى المباشر يعني، هو بس هو في داخله كعسكري، والدور المصري الذي هو يعني ابن المؤسسة العسكرية ترنو إليه القيادة بالفعل هو لحماية الأمن القومي العربي أيضا بالتأكيد. ما هو هي ليش أن ضربت مصر بعد بس بعد 67 كل الدول العربية ترفض يعني، اللي رأى عادوا الروح الثورة الفلسطينية بعد معركة الكرامة، عادت روح المواجهة والحضور، ولكن بشكل أو بآخر ما عادت روح الأمة. يعني ظلت إسرائيل تتطاول شيئا فشيئا، لأنه عمود الفقر للخيمة مكسور رغم حرب 73. مصر ما رجعت، مصر حققت مكسب سياسي بال 73، رجعت جزء من الأرض بس ما رجعت دور مصر في فرق جوهر يعني. الناس لليوم مش قادرة تلاحظ هاي الملاحظة. مصر أعادت جزء من أرضها ولم تستعيد دورها. اللي كان عبد الناصر لما كان يتكلم مش فقط إنه العالم العربي طقطق سمعا بالمعنى التأثيري مش بالمعنى العبودي، لا، العالم الثالث كله كان بالنسبة لعبد الناصر رمز. لما تحكي عن العالم الثالث تحكي عن أفريقيا، أمريكا اللاتينية، عن آسيا،
بتحكي عن عبد الناصر، عن شوالله، عن تيتو، عن نهرو، عن نكروم لما كان، أسماء عالم ثالث، لما بتحكي عن من أهم زعماء العالم. طب ولو مصر ما كان عندها دور، لشو عبد الناصر يكون؟ هو مش شخص. وقت كان العالم الثالث أيضا مؤثرا في هذه. كان حضور لأنه كان في قامة، قامات. بدأت المؤامرة شوش، بدأت في مصر بالمناسبة. عندما ضربت مصر بلشت عملية التغيير في كل العالم الثالث تحدث يعني. حتى دور الصين، يعني الصين بكل عظمتها الاقتصادية دورها السياسي تقلص، رغم أنه كان زمان أكثر تأثيرا مثلا. يعني دور السياسي للصين كان أعلى، ولكن الاقتصادي كان أصعب. هلا استبدل وصار دورها اقتصادي على حساب السياسي. زمان كان العكس شوية. الهند جواهر اسم، لما تكلم عنه تتكلم عن زعيم. طب هلا هتحفظ لحد يعرف يتذكر اسم رئيس وزراء الهند؟ يوغوسلافيا تيتو. هلا ما فيش يوغوسلافيا، فتفتت يوغوسلافيا رجعا. يعني لما بتحكي عن العالم الثالث كان بتقول امريكا الاتحاد السوفيتي العالم الثالث. هاي اقطاب العالم. مش اوروبا ما كانش موجوده بالمعنى المباشر. كانت هاي الزعامات الخمسه اهم الاتحاد الاوروبي اللي الان هو عامل تكتل. هذا عالم اعطى قوه شديده جدا للحضور العربي والفلسطيني، واحنا كنا نفتخر. لما تقول عربي يقول لك من بلد ناصر. العالم كيف اذا يعني تأثرت القضية الفلسطينية في بعد 67؟ هزيمة 67 هي فاتحة انطلاقة الثورة الحقيقية. طبعا فتح في 65 كانت قوات التحرير الشعبية كان جزء من جيش التحرير. يعني عرفت كيف؟ احنا في المدارس بالثانوية كنا نتدرب فتوة. فتوة نلبس فتوة جهة تدريب عسكر، ونحن طلاب ثانوية. مصر كانوا يدربونا، عندنا تدريب فتوة عسكرية، تدريب عسكر تأهيلي، واحنا طلاب، كل طلاب غزة كانوا يتدربوا، صبايا وشباب يعني، مش بدون تمييز يعني. كله ياخذ دروس فتوة في المدارس يعني. فبعد 67 انطلقت ردة الفعل الفلسطينية من خلال الثورة الفلسطينية، وكانت معركة الكرامة ب 68 هي بوابة المد الشعبي الهائل جدا للثورة الفلسطينية، واللي بعدها عبد الناصر استقبل أبو عمار وقادة الثورة، أبو عمار وأبو إياد الشهيد الخالد، أبو إياد وأبو الهول وأبو لطف، استقبلهم في القاهرة، وقال أبو عمار وأبو عمار الجملة الشهيرة هاي: وجدت الثورة الفلسطينية لتبقى. فعبد أبو عمار قال: وجدت لتبقى، عبد الناصر ولتنتصر. فلذلك دائما أبو عمار بيقول: وجدت الثورة الفلسطينية لتبقى ولتنتصر، كما قال الزعيم خالد عبد الناصر. هذا أبو عمار كان دائما يردد ذلك. الآن بيقول الخالدين قالوا. لكن يقال انه في يعني عند محاولات الاندماج وتشكيل منظمه التحرير الفلسطينيه وتجميع كل هذه الفصائل التي كانت موجوده، كانت هناك بعض وجهات النظر المختلفه في مرحلتين. مرحله تشكيل منظمه التحرير بقرار من القمه العربيه ب 64 اللي في اجابه احمد الشقيري، هو كان قرار عربي. بعض يعني فتح كفصيل عسكري، وبعض الاتجاهات رفضت انه العرب هم اللي يفرضوا التشكيل. وكان في اشكاليه حتى لما انطلقت فتح، طلعت بعض الاصوات تتهمها ان هذول عملاء للامريكان وللسنتو لكذا لكذا، لانه تركيبه المنظمه اجت ضمن النظام الرسمي العربي، رغم انه مصر يعني شاركت فيها. بس هي ليست جزء من حاله انتخابيه فلسطينيه عامه، هيك كان الانطباع يعني. بس فتره قصيره جدا، لانه بعد 67 مباشره يعني لما الشقيري تخلى عن المنصب، اجى يحيى حموده سلم المنصب بلا اي مشكله لزعيم الخالد جمال ابو عمار يعني استلم 68 وكان رئيس منظمه التحرير. 68 يحيى حموده، 69 ابو عمار كان رئيس المنظمه والثوره مع بعض يعني. تنتين مبكرا جدا يعني، كانوا شباب على فكره يعني. يعني بتحكي عن 69 ابو عمار كان الشاب، هو وابو اياد وابو الهول وابو لطف شباب يعني، زي الجيل بالثلاثينات يعني، قادوا اهم ثوره معاصره للشعب الفلسطيني. سيد حسن عصفور، في ذلك الحين كنت أيضا في بعد الرحلة العلمية، كانت هناك اتصالات بينك وبين هذه الفصائل حتى تم الانضمام بشكل فعلي إلى أنا قبل أنا دخلت شوية 69 أو سنة أولى جامعة. قبلها كان عندي علاقات مع بعض أطراف المقاومة، الجبهة الشعبية بالأساس أصدقائي لي اللي كان بقطاع غزه، بلش مبكرا يعني، جزء منه من البلد من عندنا يعني، اصدقائي اللي من الجبهه الشعبيه. فحاولوا انه انا رفضت يعني بعض سلوكيات، ما اتفقتش مع سلوكي يعني. والمفارق اني من رفضي للفصائل العسكريه المسلحه
لألتقي، وجدت نفسي بالحزب الشيوعي الأردني في حينه. نعم. مفارقة تاريخية، ما بتعرفش ليش كيف صرت، أنا ما بعرف، أنا من غزة صرت حزب شيوعي أردني يعني. نعم. ولا لنا علاقة ببعض يعني. بس صارت. من 69 ظليت بالحزب، ثم بعدين صار الحزب الشيوعي الفلسطيني، ثم حزب الشعب. بلا حد ال 94 صار شوية يعني خلاف في تقدير الرؤية تجاه العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية بال 64 يعني. نعم. لأن أنا كنت من يعني مؤمنين بقيمة وتأسيس أول كيان فلسطيني على أرض فلسطين في التاريخ، الناس من أرض لليوم، أول كيان رسمي فلسطيني تشكل بال 94. نعم. في تاريخنا. نعم. دائما في فلسطين، دائما في اسم، دائما في شعب، دائما في أرض، بس ولا مرة كان في كيان. نعم. لذلك مؤسس الكيانية المعاصرة أو أبو الوطنية المعاصرة اسمه ياسر عرفات. نعم. مش غيره بدون نقاش، الثورة والكيان. نعم. مؤسس الكيان ياسر عرفات، قائد الثورة ياسر عرفات، صانع انتصارات سياسية اسمه ياسر عرفات. كيف كان حسن عصفور الشاب في ذلك الحين يفكر وهو عضو في الحزب الشيوعي؟ انا شويه مفارقه يعني. مثلا الحزب الشيوعي ما كانش مع الكفاح المسلح، بس انا كنت مع الكفاح المسلح. نعم. انا من غزه يعني. مش طبيعتنا على غزه، الكفاح المسلح شخصيا مختلف عن تفكير الحزب تماما يعني. لكن النمط الفكري خلينا اقول والاخلاقي قادني الى الحزب، لا السياسي ولا التوجه للعمل العسكري يعني. انا كنت اميل للعسكر، ولذلك بالاتحاد كنت أغلق كل أصدقائي من الثورة الفلسطينية. كنت صديق قريب جدا لفتح للجبهة الشعبية. نعم. ودائما والجبهة الديمقراطية، هذول أصدقائي المباشرين يعني، ودائما مع بعض يعني نشكل خلية مشتركة ونشاط وفعالية، وكنت جزء من الاتحاد العام وطلبة فلسطين وأنا حزب شيوعي أردني، ففعاليتي كانت بالأساس ضمن مؤسسة فلسطينية. رغم أنه الانتماء لحزب أردني، ولكن الحزب بطبيعته غالبيته فلسطينية مثلا يعني. يعني الحزب شيوعي صحيح أردني، ولكن غالبيته بالأصل فلسطيني يعني. نعم. وكان متمني فكر أنا كان أقرب إلي حقيقة يعني. أنا الفكر ماركس كتير بالنسبة بعتز الانتماء له. وطبعا كتير يعني مصر طبعا أساس فيهم قامات كبيرة قبل فترة، ودانا أحد رموزهم يعني أستاذ خالد محي الدين. نعم. رحمه وقبلها الله. رفعت السعيد، وأسماء كبيرة يعني. نعم. لا تزال في ذلك. أنا كنت بين في الحزب والثورة مع بعض يعني. هي ثنائية غريبة، بس هي كانت هيك هذه الفترة، ظلت على فكرة استمرت يعني من حزب وسلطة. نعم. هذه الفترة منذ ذلك الحين إلى التغيير فكر منظمة التحرير الفلسطينية وبدء قبول الحل السياسي أو المسار السياسي من قبل الزعيم، نعم، زعيم ياسر عرفات، هناك محطات كثيرة مهمة في تاريخ القضية. هي المحطات الأساسية. نعم. انتخلت 67 هزيمة، انطلقت الثورة، القوة الجماهيرية بعد معركة الكرامة 21 مارس 1968، وضع الأردن والحضور الفلسطيني الطاغي يعني في الأردن، كان جزء منه دفعنا ثمنه طبعا. ثم أحداث أيلول، أحداث جرش 70-71، الذهاب إلى بيروت، تطورات عسكرية، حرب 73 أكتوبر، الانتصار العسكري وإعادة تحرير الأرض، خلق أجواء جديدة. نعم. الثورة الفلسطينية، فكان لابد من إعادة النظر في برنامج السياسي الفلسطيني. وصار نقاش جدل واسع ما قبل المجلس الوطني بال 64 بالساحة الفلسطينية. نعم. هذا أنا عشت تفصيلا، لأن كنت جزء من الحزب أيامه، وإحنا في العراق طلاب يعني، كنا حيوي جدا النقاش عندنا إنه شو البرنامج. وإحنا كنا طبعا كحزب أميل لأنه نطرح برنامج تحرير الضفة الغربية وقطاع غزة منه هي المؤقت، هذا جزء من برنامجنا، بالتالي كنا أكثر الناس سهولة في تبرير. نعم. يعني عندنا مبررات بسرعة نقدمها ونشرح ليش وشو السبب وكذا، لأنه جزء من تفكيرنا يعني. نعم. معناش نظرية تحرير كل فلسطين. وأنت يعني في العراق؟ احنا كنا، انا في العراق 69-73. ربما لذلك تم اعتقالك في احد العراق لاسباب ثانيه، لان شاطي انه فلسطين وشيوعي، وهم عندهم متحالفين مع الحزب الشيوعي بس مش متحملين شيوع فلسطيني كانوا. وبعدين هددوني بالطرد، وتركت العراق تحت باب الطرد يعني. وبعد السوريين اعتقلوني، البعثين انا اعتقلت في البعثين. رغم ذلك انا مع سوريا الان. البعث السوري اعتقلك والبعث العراقي يعني. بس في سوريا 16 شهر قعدت يعني. نعم. بدون حد يسألني ليش وشو السبب وشو التهم يعني. لا تعلم حتى الآن؟ حتى الآن مش عارف ليش اعتقلت يعني. وابعت على بيروت بدون يقولوا لي ليش كمان. نعم. بس أنا مع سوريا الآن بالمناسبة يعني، ضد المؤامرة اللي عليها. صحيح. مش علاقة يعني، نختلف مع النظام.
سياسيا كنا كثير اختلفوا معنا مع عمار الخالد، احنا اختلفنا معهم، ولكن سوريا تبقى سوريا، والمساس بسوريا مساس بمصر ومساس بفلسطين، لأنه جزء من المؤامرة هي ليس بحثا عن الديمقراطية وبحثا عن تدمير نظام السياسي الرسمي العربي وإشاعة القبائلية السياسية عبر أدوات وعناصر عمرها ما كانت جزء من الانتماء النسيج الوطني. فعشنا هذا النقاش، وكان نقاش تقديري بتقدير الشخصي أغنى نقاش سياسي فكري عاشته الساحة الفلسطينية من ما بعد انتصار أكتوبر 73 إلى أيار 74. ستة أشهر كانت عاصفة بالنقاش الفكري في الساحة الفلسطينية، في داخل الساحة الفلسطينية، طبعا في الساحة الفلسطينية بكل فروحها. بس احنا لأنه بالعراق كطلاب كنا كتير مندمجين وحيويين ونقاش وأخذوا حالة، يعني عاملين حالة كتير، يعني كان فريق العراق اتحاد العام طلاب فلسطين بالعراق كثير كان مميز فيه بصراحة، يعني وطلع منه عشرات من الشباب اللي منهم خادوا العمل الفلسطيني لاحقا يعني. واشتركوا فيه. كان نقاش حاد معقد، لا انتصر البرنامج المرحلة بالنقاط العشرة اللي سموها إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره، هذا هو الشعار يعني اللي صار. ثم شكلت طبعا بعدين جبهة الرفض له اللي تشكلت من المحور السوري وبعض رفاق الجبهة الشعبية، بس طبعا ما تركوا المنظمة، شكلوا جبهة رافضة لكن في داخل المنظمة، في داخل المنظمة ما صارش انشقاق رغم أن السوريين حاولوا يلعبوا اللعب، حاولوا يلعبوا، لأن سوريا بالأساس يعني بعد نظام الأسد حاولت تشق المنظمة، يعني كل محطة بيطلع لها كانت تعمل حالة شق المنظمة تحاول. نجح آخرون في تحقيق هذا الانشقاق أخيرا بشكل مختلف. لا يعني الآن يعني سنتحدث عنه في لا الآن وضع مختلف خالص، مختلف تماما، لا لا كارثة أخرى ملهاش علاقة بسوريا. أول مرة انشقاق ينجح لأنه أدوات فلسطينية، لكن في ذلك الحين كان هناك اختلاف في داخل المنظمة طبعاً، ولكن ليس انشقاقا، صار انشقاق بس ما خرجوش من المنظمة، ظلت المنظمة مثل شرعوا هم جابة رفض للبرنامج السياسي. ل 82 ب 83 كمان صار انشقاق بفتح، وحاولوا ما مشيش الحال، يعني نجح أبو عمار في الالتفاف على سوريا بعقد مجلس وطن فلسطيني في عمان وخلق انشقاق كبير بالساحة الفلسطينية، بس كان هذا الضرورة. هذا مثلا أنا كسرت قرار الحركة الشيوعية ورحت مع أبو عمار في 84، شاركت في مجلس عمان مثلا مجلس وطن رغم أن الحركة الشيوعية والحزب كان ضد، يعني كانوا أميل للموقف السوري، أنا رحت مع أبو عمار. هل تعزو ذلك لشخصية أبو عمار الخاصة التي كانت تستطيع شخصية أن تجمع الرئيس وشخصية القيادة اللي معه بصراحة، يعني نحكي شغلتين مع بعض. قدرة ياسر عرفات الهائلة على التكتيك، يعني أبو عمار عنده رؤية استراتيجية بقدرش يحددها بالفعل، يعني بقدرش يكتبها، يعني تجي تقول له إيش بحكي لك يا كلام عام، وعنده نظرة استراتيجية ثاقبة جدا، ولكن عنده حركة تكتيكية هائلة، يعني من أكثر الساسة في العالم. يعني لينين كان أستاذ في التكتيك مدرسة، بالنسبة لي كان مدرسة فكرية رهيبة جدا كان. ولكن قدرة ياسر عرفات على التكتيك مش مرهون برؤية فكرية زي لينين، مرونته عالية جدا بتكون أبو عمار، يعني عنده بيقدر يروح هذا ويجي بنفس اللحظة، ما عندوش مشكلة تفرقش معه، يعني حسبته غريبة. وبشكل عام خلينا أقول كان يقوده إحساسه السياسي أكثر من فكره السياسي، الإحساس السياسي عنده كان عالي جدا، وكان دائما يرسم شعار بناء على هذا الموضوع، بس كان معه في حينه، يعني بتحكي عن قامات، يعني واحد زي صلاح خلف، صلاح خلف للأسف ما أخذ حقه. أنا بحكي لك منتهى الصراحة، صلاح خلف لو لم يكن أبو عمار، افتقد صلاح خلف في أهم مرحلة بتاريخنا، مرحلة أوسلو. صلاح خلف كان ممكن أن يشكل رافعة للحركة الوطنية الفلسطينية مع أبو عمار. أبو جهاد، أبو جهاد الكل بيعرف دوره، بس كان دوره عسكري بالعمل الفلسطيني، أبو اللطف قامة فكرية بالمناسبة، يعني قادة الثورة الأوائل بشكل عام، بس هاي الرموز تحديدا كانت تمثل زي أركان، عارف كيف الأرجل الثابتة، يعني الباقي سند، بس هذلك أي واحد فيهم كان يقدر يعمل ميلان، ما فيش توازن أي وذلك لما فقدنا أبو جهاد اهتزينا، لما فقدنا أبو جهاد انكسرنا، لما فقدنا أبو عمار تقريبا دخلنا إلى متاهة أعتقد لن نخرج منها بسهولة، يعني صحيح. طيب
هذه الفترة يعني قبل أن نتحول، يعني اغتيال أبو عمار في 2004 هو يشابه بالضبط اغتيال مصر بال 67. أنا بعتبر مصر تم اغتيالها بال 67 بس ما ماتت، يعني ضربوها ضربة حاولوا يشلوها يعني يكسوا عمودها الفقري. إذن أنت مع الاتهام الذي يقول أنه أبو عمار اغتيل و... طبعا مش اتهام هي حقيقة. نعم. مش اتهام، أنا دائما بحكيها يعني، أنا حكيها على التلفزيونات يعني. نعم. وأنا من الناس اللي قلت بال 2002 لما طلع جورج بوش في 24 عمره ما بنسى 24 يونيو طلع خطاب الشهير، فأحد القنوات العربية اتصلوا فيني أنا أعلق على الخطاب لأنه كان عنده موقف من أمريكا، كان قليل من الفلسطيني بيحكوا ضد أمريكا، كان صعب وزير يعني بيحكوا ضد أمريكا ما كانتش سهلة يعني أيامها، فأنا كان عندي موقف الكل يقول لك شيوعي، أبو عمار لما نراجعه يقول له ما ليش علاقة، إذا كومنست هذا شيوعي وأنا ما دخلني فيه، يخرج من الأمريكان بأنه هذا شيوعي موقف من أمريكا يعني مش فتح. نعم. عنده ده هو مخرج. فمن لما طرح جورج بوش الابن خطته 24 يونيو على ما اعتقد او 24 يونيو اظن 2002 قال ان الشعب الفلسطيني استحق قياده غير هذه القياده، كان قرار الاعلان الرسمي لانهاء ياسر عرفات، ولكن القرار عمليا اتخذ في قمه كامب ديفيد بال 2000 اخذ قرار تصفيه ياسر عرفات بعد موقفه من عدم قبول كذا وكذا وكذا صراحة جنفه. حكى يعني طيب. يعني اسمح لنا أن نعود لذلك ببعض التفصيل حتى فيما يتعلق بمسألة أنه يعني سمم أو غير ذلك كما تقول قيادات كثيرة وحتى غير فلسطينيين، لكن هذه الفترة التي يعني حدثت فيها الانشقاقات حدثت فيها الخلافات، هذه القيادات القامات الكبيرة صلاح خلف وابو اياد وابو جهاد وكل هؤلاء بحكي عن فتى. نعم. بس في معهم جورج حبش. نعم. معهم كقامة. نعم. جبهة شعبية طبعا. نعم. ديمقراطية قامة، جزء من قيادة الحزب بالمناسبة فؤاد نصار بشير برغوثي، أسماء لعبت دور هام جدا في تأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية الجديدة، يعني بصمات يعني بشير عمل بصمة في مؤسسة الحركة الوطنية الفلسطينية، قبله عندنا قائد في قادة الحزب فايق وراد، في واحد أردني دكتور أردني كركي اسمه يعقوب زيادين كان فلسطيني أكثر من أبناء فلسطين، وفي 56 نجح في القدس ابن الكركي المسيحي الشيوعي نجح في انتخابات في 56 في مدينة القدس نائب عن القدس الكركي المسيحي الشيوعي. نعم. 56 شوف الوعي كيف كان. الآن تخيل كركي مسيحي شيوعي بينجح في مدينة القدس وشكل مختلف الآن كليا، مش بس إنه في فرق جوهري. نعم. ثقافة وطنية. في أيار 1974 وصم صياغة النقاط العشر والبرنامج المرحلة للشعب الفلسطيني اللي شعروا إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره، ما قالوش غزة والضفة. أول مرة استخدمت إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقتها غزة والقدس في 88. نعم. طيب في ذلك الحين هل نستطيع أن نقول أنه فكرة القبول بالمسارين، مسار المقاومة والمسار السياسي، أو القبول بالحل السياسي، القبول بالجلوس على مائدة المفاوضات مع ما حكت إسرائيل؟ لا ما كانش مطروح المفاوضات. هل كان مطروحا؟ لا في حينه ما طرحتش المفاوضات كجزء من البرنامج. لو طرحت المفاوضات تمشيش كان. كان صعب يمشي، ولكن بالتأكيد مادام أنت قبلت بالفصل بين الاستراتيجي والمرحلة حتما في جانب تفاوض بده يكون، ولا مش معقول تحررها بالعسكرية يعني، يعني إذا بتقدر تحرر 67 بالعسكر أكيد حتوصل لحيفا. يعني المنطق. نعم. بالاستراتيجية بقول لك يعني بيقدر يحرر عسكريا القدس أكيد بيقدر يكمل على الباقي. نعم. مش يعني هزيمة إسرائيل مش بس إنه في اللد ولا عكا، هزيمتها تبدأ من القدس، وإذا قدرت تحقق تحرير الضفة الغربية عسكريا أكيد مش هتوقف قواتك يعني. لكن في ذلك الحين مسار الاستراتيجي الجديد للشعب الفلسطيني، هل يعني نعلم أن حتى في ذلك الوقت كان هناك من يعارض هذا الاتجاه؟ ربما طبعا شكرا جبهة رافض الجبهة الشعبية مثلا. الجبهة الشعبية الصعاقة القيادة العامة. نعم. بعض جزء من فتح كانوا كمان ضد، جزء من فتح كانوا ضد البرنامج المرحلة. التيار الإسلامي أو ما كانش في تيار إسلامي، كان في تيار ماوي ثم تأسلم على الطريقة الإيرانية، منهم مثلا منير شفيق. منير شفيق كان شيوعي مثلا، كان عندنا بالحزب عضو بالحزب الشيوعي الأردني. نعم. ثم ترك بعد ما طلع من السجن وراح على فتح، وكان أقرب للتيار الماوي للفكر الماوي يعني. نعم.
بال 78 صار اقرب التيار الايراني ولا زال طبعا يعني بهذا عاش في هذا النمط. هذا الاتجاه يعني الماويين بفتح كانوا اقرب الى الرفض يعني كانوا قادوا جبهه الرفض في فتح جزء منهم وجزء من البعثيين في داخل فتح كانوا اقرب للرفض لانه البعث في الطرفين كان ضد يعني جبهه التحرير العربيه والصاعقه اثنين ادوات يعني فصائل محسوبه على البعثين في سوريا وبالعراق كانوا مع جبهه الرفض رغم ما بينهم من تناقض يعني حكم العراق وحكم سوريا في البعث متفقين علينا كانوا مختلفين في كل شيء الا على على موقف خلاف موقف لذلك كان يؤثر حتى يدفع ابو عمار لارسال مثلا يعني بعض الموفدين من قبله الى بعض دائما عندنا لا دائما ابو عمار لم يقطع يعني دائما يظل ينكد كان يقول انا بقطعش مع ابليس دائما بخلي معاه شعره ابو عمار لا يعادي بالمطلق الا عدو القومي ما دون ذلك يخاصم يختلف يقاتل بحدود بعد هذا الخيار الاستراتيجي الجديد جاءت التطورات المتعلقة بمعاهدة مفاوضات السلام أو مبادرة السلام التي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات وكان هناك موقف مختلف تماما من جانب أعتقد كل الإخوة العرب الفلسطينيين والعرب لكن اسمح لنا مع الوزير أن نتحدث عنها في الحلقة القادمة بالتفصيل إن شاء الله. سيد حسن عصفور وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية السابق شكرا جزيلا لك ونستكمل مشاهدينا الكرام شهادة ضيفنا الكريم في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى اللقاء.